السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير منعش وجديد بزاف وفي نفس الوقت اقتصادي، هو عصير بالخيزو والياغورت. نخليكم مع طريقه التحضير. غادي نحتاجو في هذا العصير 3 ديال الخيزوات مقطعين طراف صغار وسلقتهم في اترو ديال الماء وفاني، فاني فيها 7 غرام، هادو مسلوقين. عندي كذلك ياغورت باي نكهه كتفضلوها، من الاحسن الا كانت الخوخ. انا هنا عندي فريز، سكر على حسب الذوق، وجوج فرماجات مثلتين. كندير جميع هاد العناصر اللي سبق لي ذكرت في الخلاط الكهربائي. غادا نزيد ياغورت، جوج فرماجات مثلتين. بالنسبة للخيزو فاش نسلقوه كنخليوه حتى كيبرد عاد باش كنطحنوه. غادا ندير السكر تقريبا واحد 4 معالق كبار. صافي دابا غادي نطحن كلشي. العصير ديالنا سهل في التحضير كيف لاحظتوا معايا، وتيجي لذيذ بزاف وبصحة والراحة.